اخواني كنتواجدوا في جامعه ام الربيع في اقليم خنيفره. من بعد ما تلقات قناه شوف تي في مجموعه ديال الطلبات عبر الخاص من ساكنه المغرب العميق في واحد القصه غريبه، قصه رئيس الجماعه مع مستشارات جماعيات اللي جاوا عنده قالوا له السيد الرئيس بغينا اننا نشاركوا في الحوار وفي التنميه ديال اننا كممثلات ديال ساكنه المغرب العميق، ولكن الغريب في الامر كان الرد ديال الرئيس استفزازي حسب الاحساس ديالهم والتصريح ديالهم. نشوفوا الاستاذ السباعي محامي عن هيئه مكناس ما رايه في هذا الوصف اللي وصف الرئيس المستشارات، من بعد ما تجه الاستاذ ربما باش ياخذوا حقهم عبر القضاء، فحتى لا نشويش على القضاء وما نتجاوزش انا الحدود ديالي. فاحتراما للاستاذ تنوير الراي العام، ماذا وقع بجماعه ام الربيع؟ بدايه اشكر قناه شوف تي في على هذا يعني وقوفها على يعني رفع الستار على هذا المشكل هذا. ربطت بي الاتصال ثلاثه ديال العضوات جماعه ديال ام الربيع قياده الحمام اقليم خنيفره اللواتي يعني شكينا تصريحات الغير مسؤولة الصادرة الرئيس جماعة أم الربيع، والذي يعد كذلك مستشارا بالمؤسسة التشريعية، والذي قال حسب قولهن على أن النساء لا يصلحن إلا لليل، لا يصلحن إلا لليل يعني، والأمر يعني الكلام موجه لهن. هذا الكلام الصادر عن هذا السيد هذا هو كلام يعني بذيء غير مسؤول يرقى إلى مستوى الجريمة، ومما يتوجب معه تدخل يعني سلطة الرقابة في شخص وزارة الداخلية أو من يمثلها على مستوى ديال الإقليم السيد عامل إقليم خنيفرة من أجل بحث بفتح يعني بحث معمق لوصول الحقيقة واستدعاء المشتكيات والطرف المشتكى به والشهود الذين كانوا حاضرين يعني اثناء او ابان صدور هذا الكلام النابي عن هذا الرئيس هذا. ما هي المساطر الاداريه اللي غتاخذوا استاذ السباعي؟ واولا وجهنا هاد السيدات وجهناهم باش يمشيو للمحكمه، وتقدمنا بشكايه الى النيابه العامه من اجل بحث من اجل يعني الاستماع اليهن والاستماع للطرف المشتكى به والشهود للوصول الى الحقيقه يعني وترتيب الاثار القانونيه على مثل هذا الكلام البديع الذي يسيء الى العمليه السياسيه، والذي يسيء الى المراه بشكل عام، والذي يعني يضرب عرض الحائط ما جاء في دستور 2011 وما جاء في الخطابات الملكيه الساميه. قال لهن يعني قال لهم سيدي بالعربيه على ان العضوات ما تصلح غير الليل، هاد العضوات ما تصلح غير الليل يعني هذا كلام يحمل في طياته عقليه بائده، يحمل في طياته عقليه ذكوريه لم ترقى الى يعني الى مستوى استيعاب الخطوات الجباره التي يعني قطع المريض في هذا يعني فيما يتعلق بحقوق المراه بشكل عام، ولم يرقى الى مستوى استيعاب الخطابات الملكيه بالرغم على انه تكون حاضر في القبه التشريعيه في المؤسسه التشريعيه ويستمع اثناء افتتاح يعني هذه الجلسات من طرف صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله، يعني لم يستوعب هذه الخطابات الساميه ومضامين الدستور والقوانين المنظمه. وشكرا. حليمه عضوه جماعيه بالمغرب العميق بالجماعه ديال ام الربيع، حليمه كتقول بان من بعد ما جيت باش انني نمثل ساكنه المغرب العميق وتاقوا فيا تصدمت بالواقع المر. تصريح غريب قالوا لهم الرئيس، هي ومجموعه الزميلات ديالها من مستشارات جماعيات اليوم بغاو ان باش نشاركوا معهم المأساه ديالهم من بعد ما نعتهم الرئيس بواحد الناس بيني وبينكم قاصح بزاف. السلام عليكم. السلام عليكم. نعيمه. حليمه تنوير الراي العام، شنو اللي وقع لك؟ حنايا بقى فينا الحال تنمشيو دابا في الزنقه تنعتونا الناس، بقى فينا الحال حيت نعتنا الرئيس، حنا بنات الليل يعني حنا قالك ما تنصلحوش غير الليل، حنا عضوات قالك حنا غير ديال الليل، يعني شنو هو ديال الليل؟ يعني البنات الليل نيت صافي اللي تيخرجوا نيت القصير ويخرجوا لا، قال العضوه السابقه في جماعه ام الربيع في الولايه اللي فات هي اللي قالت ليه، اللي سولته وقالت ليه واش فين العضوات ديالك، كانوا الناس
كانوا الاعضاء معاه كانوا موظفين ديال جامعه ام ربيع، قالت ليه فين البنات فين العضوات ديالك علاش ما حضروش اليوم؟ قال لها هادوك العضوات غير ديال الليل. بقى فينا الحال ودابا فين ما مشينا حنا جينا باش نمثلوا الساكنه ديالنا اللي ترشحنا، القبائل اللي ترشحنا فيهم. دابا تينعتونا الناس بينا هو حنا بنات الليل تنمشيو للجامعه غير باش نحضروا الدورات ديالنا باش ما يشطبش علينا. اللي ما حضرش اللي باش تهضر ما تهضرش، صافي خصك تدخل الجامعه تسد فمك. الحاله تنمشيو تينعتونا الاعضاء بريوسهم، راه تيقولوا تيبقاو يتغمزوا علينا تيبقاو يهضروا موظفين كلشي بينا هو كلشي في راسو. هاد الهضره كلشي في راسو هاد الهضره. ربما السيد الرئيس هذه فلاتت اللسان ام لا تعمدتيها، ما فهمتش في اطار حق الرد مكفول السيد الرئيس مادام ان تيقول لك مجموعه ديال الشهود عيان، عاين الرئيس وهو يصف العضوات بالمغرب العميق بنات الليل وبانهم تيصلحوا غير في الليل، فيما انهم ناس اللي تيعيشوا وسط واحد المحيط اللي عنده اعراف وتقاليد. نشوفوا عضوه جماعيه من جماعة أخرى، خديجة الغازي مستشارة جماعية بجماعة أم الربيع، حتى هي والزميلات ديالها اليوم بغاو أنه يعطيوا الصيحة ديالهم لكل المسؤولين والزميلات ديالهم مستشارات الجماعيات من بعد ما حسوا بإحساس غريب وإهانة حسب تصريحاتهم اللي قالها الرئيس أمام الملأ. شوفوا الأستاذة اش تقول. السلام عليكم. عليكم السلام. أختي حتحاولي تقولي لخوتك المغاربة علاش عيطوا علينا وشكون نتوما؟ حياتنا لكم كمنابر اعلاميه، كان الرئيس مع اعضاء جامعه ام الربيع، مع موظفين ديال جامعه ام الربيع، مع اعضاء جامعه مريرت، مع الرئيس ديال مريرت، كانوا في واحد المقهى، وسولات واحد العضوه السابقه الرئيس، سولات واحد العضوه السابقه الرئيس، قالت له فين هو العنصر نسيو بهذا الوصف. جاوبها هو كانوا معاه اعضاء اخرين، جاوبها بهذه الصيغه النابيه العنصر النسوي ديال الليل. هكا نعتكم نتوما بنعتنا بهذا ديال الليل صافي. استكملوا الاجتماع ديالهم، خرجت من ديك القهوه نزلت لواحد السوق المغطاه في مريرت، جات عند واحد الاعضاء معنا في الجماعه ديال ام الربيع، قالت لهم اودي هاد اللي قال لي الرئيس، عاودت لهم الطريقه باش نعتنا. انتشرت هاد الهضره، انتشرت في شارع المريرتي، حللها بواحد وصف خايب، وحنا ضرينا في الكرامه ديالنا والشخصيه ديالنا اللي تقاسينا فيها، لا في العائله لا في الخدمه ديالنا لا في الجامعه، حتى القبيله ديالي ما بقيتش كنطلع لها، نطلع اليوم بهاد الهضره اللي قالها الرئيس، وضرينا بزاف. واش كتشاركوا نتوما كعنصر نسوي في هذه التجربه ديالكم؟ كتشاركوا في مشاريع؟ لا ما كنشاركوا لا مشاريع لا اجتماعات، لا كنشاركوا في دورات كنحضروا، وحتى المداخلات ديالنا ما كاينينش، كنحضروا اننا نشهدوا نصدقوا بالاجماع ونخرجوا بحالتنا، حتى ديك المداخلات ديالنا ما كيعطيناش الوقت للمداخلات باش ندخلوا ونهضروا. شنو بغيتي تقولي للقبيله ديالك اللي تعرضت دابا لهاد الاتهامات وهاد العجز باش انك توفري لهم الطموح ديالهم من بعد ما تقولي. انا بهاد المناسبه كنقدم الاعتذار ديالي للقبيله ديالي، ما بقيتش كاع كنطلع لهم ولا كنخرج للشارع في المدينه ديالي ولا، غير من جراء هاد الخطاب اللي وجه لنا الرئيس. سناء هزيم حتى هي مستشاره جماعيه بهنايا في عيون ام الربيع، حتى هي ربما بغات تعطي رساله لكل من بعد ما تصدمات بالكلام الساقط اللي جا من فم رئيس مجلس قروي. نشوفوا سناء متزوجه ام لطفل، ربما غادي تحاول تقربنا لهذا الواقع. لالا سناء شنو اللي وقع؟ شكرا جزيلا سي حميد، وشكرا على الحضور ديالكم معنا اليوم. يعني معكم سناء عزيز، عضوة مستشارة بمجلس أم الربيع إقليم خنيفرة. صراحة تفاجئنا بالتصريح ديال السيد رئيس جماعة أم الربيع صالح غبال، اللي هو يعني رئيس الجماعة ديال أم الربيع وكذا ممثل برلماني في إقليم خنيفرة. فالتصريح ديالو صراحة يعني تصريح ساقط
يعني يتلفظ بواحد الكلام اللي هو كيسيء للمرأة بصفة عامة. يعني احنا كمستشارات تهنا يعني كانت واحد الإهانة كمستشارات في المجلس وكذا هان المرأة يعني المنتخبة المغربية بصفة عامة. شنو هو الكلام الساقط اللي قال؟ الكلام الساقط يعني ولا أخلاقي اللي قالها السيد يعني بحضور واحد العضوة سابقة وصرح لها يعني تفاجأت ما كاينش حضور ديال واحد العنصر النسوي. قالت ليه فينا هو فينا هما المستشارات، هي كتقصد المستشارات ديال المجلس الجماعي ديال الأم الربيع، علاش ما كاينش الحضور ديال هاد السيدات هادو؟ قال لها العنصر النسوي غير ديال الليل. يعني هاد الصفه هذه اللي وجه لينا حنا يا رئيس كمستشارات في الجماعه يعني راه اهانه لينا وحطم الكرامه يعني والتمييز والحيف اللي يعني شي كامل كيتنافى مع الخطابات ديال سيدنا الله ينصره. فلانه حكي حيز خاص للمراه في جميع الخطابات الساميه ديال سيدنا يعني، وحتى الله سبحانه وتعالى كرم المراه، النبي عليه الصلاه والسلام يعني كما قال وما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. فالميساج ديالي اللي بغيت نوصل للمسؤولين ديال الجهات نظرا لانه عنده نفوذ على المستوى الإقليم، فهذه ميساج بغيت نوصله للجهات المختصة. بغينا الشكاية ديالنا تاخذ المجرى ديالها القانوني بحال بحال أي شكاية، تكون النزاهة والإنصاف في التعامل مع هذه الشكاية.